النهارده وهو بيغادر فندق الاقامه متجه الى ملعب بيترو سبورت ان شاء الله اللي هيكون فيه مباراه اليوم. طبعا كابتن انس الشعلالي، كابتن طارق سليمان، كابتن حسام البدري قبليه، كابتن سيد معوض اللي قام النهارده بدور المدرب في تدريبه اليوم، كل ده امامنا على شاشه من خلال قناه النادي الاهلي وكواليس ما قبل المباراه. طبعا هيكون معانا نجوم بعد قليل، كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم، هيقولوا لنا الشكل الفني اللي ممكن النهارده يبتدي بيه كابتن حسام البدري، والنهارده الامور هتمشي ازاي مع فريق زي ما بقول لحضراتكم ما عندوش حد حاجه يبكي عليها. هو النهارده عارف ان هو بيلعب فريق كبير عنده قدرات كبيره، هو عايز يقدم كره جيده امام النادي الاهلي، إذا كان هيكسب فبالتالي بتتحسب له، إذا كان هيخسر يكون عنده حتة احترام الجميع لهذا الفريق. كابتن سيد عيد زي ما بقول لحضراتكم عنده استقرار موجود مع فريق النصر بقاله فترة طويلة، عنده مجموعة من اللعيبة الشباب المميزة، زي ما بقول لكم مباراة ليست بالسهلة النهاردة. ده أمامنا أيضا لاعبي فريق النادي الأهلي النهاردة وهم متجهين أو مغادرين فندق الإقامة. كل التوفيق ليهم طبعا. يعني باكا امامنا اسلام، انا مش عارف اسلام بقى بيكلمه يعني باكا من اللعيبه المفروض جنوب افريقيا بتتكلم انجليزي او انجليش، فبالتالي اكيد بيتعامل معاه، وده حب طبعا لعيب النادي الاهلي بالنسبه لاي لاعب محترف، وان هو بيخش سريعا داخل التيم بشكل قوي، هو ده اللي احنا دايما متعودين عليه من خلال النادي الاهلي. ايضا وجود هشام محمد ده عوده حميده ليه بالنسبه له، ان شاء الله كل التوفيق ليه وتبقى اخر الاصابات لهشام محمد، لانه من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي. ايضا احمد ياسر الريان كل التوفيق ليه، لاعب ناشئ صاعد مميز جدا. يعني ده اللي احنا نتمناه ليهم النهارده، يكونوا في احسن حالتهم. زي ما احنا شايفين احنا بنتجه لملعب بيترو سبورت، ونكون بنقول احنا ان احنا عندنا ان شاء الله في الفتره القادمه زي ما شفنا مشروع القرن من خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده كابتن محمود الخطيب مع استاذ ركان الحرثي المتحدث باسم المستثمرين العرب اللي هيكونوا متواجدين في هذه الملحمه الكبيره لانشاء مشروع القرن، مشروع استاد الاهلي، حاجه مشرفه. ده احنا بقى الفتره الجايه مش هنلعب في اي ملعب، احنا هنلعب في ملعبنا، ملعب النادي الاهلي اللي هيسمى ان شاء الله ملعب النادي الاهلي، حاجه تحترم، حاجه جميله جدا، مستثمرين واثقين جدا في اسم النادي الاهلي، وده اللي احنا نتمناه. طبعا مغادره فريقنا ان شاء الله في الباص الخاص بالنادي الاهلي هو ده اللي احنا نتمناه. زي ما بقول لحضراتكم استاد النادي الاهلي حاجه محترمه، حاجه ان شاء الله هتكون فوق الخيال، واول نادي مصري يكون عنده استاد خاص بيه بالشكل الجديد بالنسبه للانديه المصريه. يا رب ان شاء الله دائما النادي الاهلي في المقدمه، دائما النادي الاهلي في احسن حالاته من خلال اداره واعيه، اداره فاهمه جماهير النادي الاهلي محتاجه ايه واعضائه ايضا محتاجين ايه. كل ده مهم جدا ان احنا بنكمل كل حاجه من خلال هذا الكيان العظيم، دايما هو في المقدمه باستمرار. يعني كلامنا زي ما بقول لحضراتكم ما زلنا طبعا متواجدين من خلال متابعه فريق النادي الاهلي والباص. طبعا قناه النادي الاهلي بتغطي هذه الرحله اللي موجوده من فندق الاقامه وحتى ملعب بيترو سبورت، هو ده ان شاء الله اللي هيكون من خلال الملعب ان شاء الله الفوز ان شاء الله والثلاث نقاط ده اللي احنا نتمناه النهارده، والوصول للنقطه 36 ونقطه فاصله ما بيننا وما بين فريق الاسماعيلي. طبعا مع المباراه المؤجله الاخرى مباراه المقاولون ان شاء الله الامور تخلص بشكل كبير. خلينا نروح سريعا بقى واخد فاصل وارجع استقبل ضيوفي، ضيوف استاد الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين للحديث عن هذه المباراه قبل وايضا بعد المباراة.